رسائل غضب سياسية أطلقها إمام مسجد بلال بن رباح في عبر الشيخ أحمد الأسير خلال اعتصام في المسجد نصرة للشعب السوري وتضامنا مع أهالي عرسال وعكار ووادي خالد. النظام الأول في العالم لا مثيل له في العالم بتصدير الفساد إلى جواره إلا دولة إسرائيل. وزير الدفاع السوري في لبنان ما شرعتم من الكذب؟ دماؤنا وأعراضنا في وادي خالد، أين أنتم منها؟ الأسير توجه إلى إيران سائلا: أين مصلحتكم بأن تشاركوا هذا النظام الذي وصفه بالمجرم بقتل النساء والأطفال، أم أن الطيور على أشكالها تقع؟